بالتزامن مع احتفال مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية، أعلن صندوق العمل تمكين إطلاق برنامج التطور التنفيذي للمرأة القيادية بالتعاون مع جامعة HEC باريس بهدف تعزيز المهارات القيادية للكوادر البحرينية النسائية. وحول هذا الموضوع تحدثت السيدة علياء العالي الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتحليل البيانات في صندوق العمل تمكين في مداخلة هاتفية في نشرة سابقة عن أهمية برنامج التطور التنفيذي للمرأة القيادية الذي أطلقته تمكين. برنامج التطور التنفيذي للمرأة القيادية هو جزء من حزمة البرامج اللي تفضل بإطلاقها سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد رئيس مجلس إدارة الصندوق مؤخراً، وهي الأولى من نوعها وتركز بشكل رئيسي على تدريب وتطوير البحرينيين في الأدوار القيادية والتنفيذية. والمميز في هذا البرنامج أنه موجه للقيادات النسائية في القطاع الخاص، ويهدف لدعم المرأة البحرينية في تحقيق التطور المهني والنجاح في تولي أدوار محورية وقيادية في مختلف القطاعات. يركز منهج البرنامج على الأبحاث المتقدمة وأفضل الممارسات في مجال تنمية المهارات القيادية، ويضمن جلسات ومحاضرات تركز على طريقة التعامل مع البيئات القيادية المعقدة وإتقان مهارات التأثير والإقناع وتعزيز قدرات حل المشكلات وتبني مفهوم القيادة القائمة على الأهداف. طبعا اخترنا نتعاون في تمكين مع جهة عريقة وغنية عن التعريف في مجال التدريب الإداري، وهي جامعة HEC باريس، لتقديم أفضل مستويات الجودة من التدريب للبحرينيات.